والآن إلى آخر أخبار الطقس. وأخيرا مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا ريهام وشكرا يوسف. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطبا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 36-26، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-22، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 37-23، إلى السويس 36-24، العريش 32-25، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 41-31، إلى الأقصر 43-27، أسوان 43-28، الوادي الجديد 44-26، شلاتين 38-31، حلايب 34-30. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.